السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل التقويم من الوحدة 14، الكهرباء الساكنة، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، ومفتاح النجاح في إيدك بعون الله. مسألة معكوسة، كمان جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل. اكتب مسألة فيزيائية تكون المعادلة التالية جزءا من حلها. مستواها مستوى 3، يعني مستوى عالي. انا شو اللي سويته؟ كتبت اف وتساوي، هذا عبارة عن ثابت كولوم، هي ثابت كولوم هنا. هذه الشحنة سميتها بمقدارها كيو 3، وهذه الشحنة سميتها كيو 2. ار 3 2 هي هذه، سميتها ار 3 2. هذه السالب، سالب ثابت كولوم موجود، يعني لانه هون ضمن قوس كبير، فانا دخلته في الكسر الثاني. كيو 3 هي هذه، كيو 5 هي هذه، سميتهم بالقيم منشان أبسط علي المهمة. آر 3 5 هي هذه. هلا بترسم، نرسم خط، نرسم الشحنة كيو 2 وكيو 3. المسافة بيناتهم كام؟ بين كيو 2 وكيو 3 هي المسافة. نحط على الرسم، نرسم كيو 5، المسافة بين كيو 3 وكيو 5 كام؟ آر 3 5 اللي هي هذه. هلا منصيغ ثلاث جسيمات في صف واحد كما هو موضح بالشكل، والشحنات متماثلة النوع، يا اما كلهم موجب يا اما كلهم سالب. ليش؟ هلا بتعرف، لانه عندك قوة تأثير الشحنة رقم 2 على الشحنة رقم 3 ناقص شحنة قوة تأثير الشحنة 5 على الشحنة 3. أوجد محصلة القوى المؤثرة على الجسيم الأوسط. الشحنة 2 والشحنة 3 تنافر، إذن حيكون حتدفعها في هذا الاتجاه، وهذه تنافر، إذا حتدفعها في هذا الاتجاه. إذا القوتين متعاكستين في الاتجاه. وفي أمان الله.